شو بدك تعملي هلا؟ ما بعرف، بابا بكره راجع على البيت، لازم اشتغل حيا لشي، المهم طلع مصاري. بركي نادين ما تجيبيني سيرتها، متفقه هي وطارق فياض من ورا ظهري. ما معها حق، بس اكيد كانت عم تفكر بمصلحتك. مصلحتي اني اشحد من الناس؟ ما هو استولى على المعمل، والمعمل بيسوى اكثر بكثير من اللي دينه لبيك، يعني بعد لكم معه مصاري. حتى لو المعمل بيسوى 50 مليون دولار، بابا رهن له اياه كرمال مليون، صار المعمل بيسوى هالقد. شو بدنا نضحك على حالنا؟ ما قلنا شي معه لطارق فياض. بكفي انه بعدنا قاعدين بهالفيلا، لو ما كرمال بابا كنت نقلت على شقه صغيره، بس بخاف هالشي ياثر على صحته. بكره بس اشتغل رح ادفع له اجار. انت متطرفه بموقفك من هالشاب، ما تكوني مغرومه فيه. شو؟ بسمع انه اوقات اللي بتكرهيه كثير بتكوني بتحبيه. باي مستشفى مجانين سامع هالحكي؟ خليني انزل اعمل غدا. لا ما بخليكي. كيف اجت هالفكره على راسك؟ غلطت. غلطتي غلطه كبيره. انا هالايام مهووسه بالحب والغرام، مفكره كل الناس مغرومه بكل الناس. اكيد هيك، لانها فكره غبيه وغريبه. مزبوط. تري مزبوط اللي بيغرم بيصير حمار. 60 دايني. داكور، صار فيك تنزلي تعملي غدا. بس عجلي لانه بعد بدك تغسلي لي شعراتي وتعملي لي سيشواغ. رزق الله لما كنت تروحي عند الكوافير 3 مرات بالجمعه. كوافير؟ شو صار له مات؟ انا كل عمري مزوقه بالشعر وكنت قله لجيمي يصمم لي موديل شعري واي لون يستعمل. لما عملت شعراتك اورانج كنت انت من اي لون؟ ايه شفتي شو كان حلو؟ حلو بس اورانج. ليش لما كان نصه اشقر ومن تحت بني مع خصل زرق هيدا كمان كان ذوقي. بعدك عم تحكي عن شعرك؟ لك ايه شو نسيتي؟ ما كل يوم شعرك كان لونه شكل، شو بدي اتذكر تتذكر؟ هيدا كان قبل ما فلست، بس هلا صار فيي العب بشعرات غيري. بدك تشتغل عند كوافير؟ ليه لا؟ الشغل مش عيب. بونجور جيمي. مادموزيل رنا، اشتقنا لك، وين هالغيبة؟ قصة طويلة. شو بدك تعملي؟ بدي اشتغل عندك. باردون؟ أنا جاي اشتغل عندك. عم تمزحي؟ يا ريت. هيدي وحدة من صرعاتك. يا ريت. ليه بدك تشتغلي؟ عايزة مصاري. بابا فلس. لفيا انت بتستحكمي اكثر مني. تفضلي. مادموزيل رنا، بعد السيشوار شوي عن الراس. لشو هالموس كله؟ بدي شوف اذا بيلبق لك الشعر الابيض. طلع بيلبق لك. الف ليره اول مره بشوف الالف حلوه هالقد.
دوموزيل رنا بكي شي؟ هيدي أول ألفة بطلعها بحياتي، لو ما كنت عايزة أصرفها كنت بروزتها.